الآن معنا القائد الميداني لمنطقة الرياض الأستاذ بدر بن سلمة، ونحن في واحد من المراكز الإسعاف اللي هي تابعة للهلال الأحمر. حياك الله. الله يحييك، يا أهلا وسهلا فيك. نحن اليوم نبغى نشوف، نبغى ناخذ المشاهد في جولة بالإجراءات اللي أنتوا بتقوموا فيها في من تلقي البلاغ حق الإسعاف والدورة اللي بتقوموا فيها إلى أن يتم الإنجاز أو إسعاف المصاب. طبعا إحنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى نستخدم أحدث الطرق في العالم لاستقبال البلاغات والتعامل مع البلاغات. عندنا برنامج اسمه المسعف الإلكتروني. ممتاز، وهذا نحن جايين نشوفه اليوم. الآن الأجهزة التابلت مزودة ببرنامج لاستقبال البلاغات. من الفوائد اللي حصلت في هذا البرنامج أنه في سرعة في استقبال البلاغ وسرعة في الاستجابة وجودة في تقديم الخدمة الإسعافية. الآن بفضل الله أنه الفرق الإسعافية تستطيع أنها تتواصل مع المستشفيات قبل وصول الفرق الإسعافية للمستشفى، كذلك إذا أشكل عليها أي إشكال طبي بإمكانها تواصل مع الطبيب المناوي في غرفة العمليات عن طريق الدردشة الكتابية بالتابلت كسرعة لأخذ المعلومة، بخلاف الأجهزة اللاسلكية اللي يكون مرات فيها ازدحام في الشارع. قديش وفر الوقت بين السابق؟ يعني تقول يجيك الاتصال وكتوكي وورقي، الإجراءات اللي قاعدين تقوموا فيها قبل ما يطلع الإسعاف مقارنة بالآن لما يجيك عن طريق التابلت، قديش يعني حسيتوا أنتوا كناس عايشين في الميدان، قديش فرق معاكم؟ يعني في أوقات الذروة ما يقارب 10 دقائق وفرناها في سرعة الاستجابة، صار التركيز أكثر على عملية أكثر الاستجابة. نعم صار أكثر، وجودة في الخدمة كان أفضل الآن من السابق. ممتاز. المركز هذا إيش الإجراء عادة؟ الحي فقط ولا كيف يبدأ يغطي مناطق أخرى؟ صحيح، هو في الغالب أنه كل مركز إسعافي متخصص في المنطقة اللي المجاورة له أو المنطقة اللي هو يقع فيها، لكن في حال أنه الفرق الإسعافية المخصصة للمناطق الأخرى والأحياء الأخرى مشغولة في خدمة مريض. الآن هذا بلاغ، الآن وصل، هذا بلاغ وصل، هذا دحين يعتبر بلاغ وصل. الآن إيش يصير؟ الآن مرحلة قبول البلاغ. ممتاز. الآن مرحلة التحرك، راح الآن ننطلق إلى سيارة الإسعاف. هذا موقعنا، في موقعنا إحنا، هذا موقعنا، هذا موقعنا، نعم. وهذا موقع الإسعاف. نعم صحيح. الآن ننطلق إلى سيارة الإسعاف. تمام. طبعا الآن أعضاء الفرقة الإسعافية المرحلة الأخرى في سيارة الإسعاف اللي هي مرحلة التحرك، تحرك سيارة. مثل ما حكيت في السابق أنه هذه تعتبر من أحدث التقنيات حول العالم، البرنامج، بحيث أنه الآن مرحلة التحرك يعتبر هذا حق محفوظ لدى المريض، أنه يعرف وله الحق أنه يعرف أنه كم استغرقت سيارة الإسعاف من خروجها من مركز الإسعاف لحد وصولها إلى 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 منزله أو إلى موقعه اللي طلب منه الخدمة الإسعافية. ممتاز جدا. هنا. طيب يصير الآن نبغى نروح نشوف الآن لما يروحوا للحالة ويباشروها. نعم. إيش الإجراءات اللي بيقوموا فيها؟ تمام. خلينا نروح. يلا. شيرة بسم الله. الآن حيورينا كيف الإجراءات من يوم ما يوصلوا لموقع الحادث الإصابة. ايش الاجراءات اللي بتتبعوها في النظام تبع هذا المسعف الالكتروني؟ المسعف الالكتروني. المسعف الالكتروني. طيب الان بعد ما خلصنا من المعلومات، المريض معلومات الاسم، رقم الهويه، تمام، العمر، نجي هنا لدرجه الخطوره. مستقره. مرحله النقل. انا لما حطينا نقل المريض ظهر عندي المنشآت الصحيه المتاحه. نعم. جميع المستشفيات في منطقه الرياض، احدد المستشفى على حسب الحاله، اذا الحاله حرجه بننتقل الى اقرب مستشفى. مرحله اللي هي التقرير، معلومات الان كامله، عندي رقم البلاغ، عندي الان عمر المريض 23 سنه، كل شيء معلومات التفاصيل كلها موجوده قدامي. الفرقه الاسعافيه تقوم بارسال التقرير بالكامل إلى غرفة العمليات. أي. لحفظه ومراجعته. يبقى عندنا المرحلة الأخيرة على الجهاز، الفرقة الإسعافية هل هي الآن على استعداد أو خلاف ذلك؟ لو طرأ حادث طوارئ ثاني وأنتوا في الطريق قصدك، يعني. نعم. هم مستعدين؟ نعم، إذا هم مستعدين أو غير مستعدين، في أيقونة هنا. ممتاز. بمكانه يحط جاهز أو غير جاهز. حلو. إذا حط غير جاهز في أسباب يذكرها، يوضح. نعم، يوضح عدم الجاهزية. ممتاز. والوقت المقدر
بأنه يكون جاهز معنا لخدمة الحالة اللي بعدها. نعم. فبالتالي حق المريض محفوظ من يوم ما بدأ البلاغ إلى أن تم الانتهاء فيه، يقدر يرجع هو أو ذوي ويشوفوا كل الإجراءات اللي تمت، وهذا شيء حيساعد في عملية الأخطاء الطبية وأخطاء نعم. التعامل نعم. أو سوء التعامل مع الحالات. مظبوط. أنا كده أعتقد يعني ننهي الفقرة. نحن الآن وصلنا لمرحلة رائعة من التطور،